الله يلعنك، شو صار لك؟ هالواطية ما عم ترد. ايش طبيعي انه ما ترد عليك؟ مو رحت وقوصته لجوزها؟ شلون بدك اياها ترد عليك؟ اخ منك يا فيصل، مخك هالقد قد مخ البرغشه. يعني اذا منركب عقلك لعصفور صغير والله العظيم ليصير يطير بالمقلوب. والله اللي قلته مو صح يا حبيبي، وهالمره معي حق بكلامي. فتح مخك يا اجدب. هلا جاوبني على سؤالي، مرت عمران ما تعاونت معي؟ تعاونت، ومو هي خبرتني بمكان رفيف؟ خبرتني، معناتها عمران مو هاممها ابدا، ورطتنا قلنا بهالشغله، وهلا هي عم تهرب. بس اذا مفكره تضحك على محمود، لك والله لحتى ورطها بألف قصه وافتح عليها كل ابواب جهنم وخليها تتملص وقتها اذا فيها. الو منى. نعم محمود. اعطيني رقم الغرفه اللي نازل فيها عمران بسرعه. ما بعرفه. لك كيف ما بتعرفيه؟ بدك تتصلي بالمستشفى ولا تجيبيه من هالغبي يعقوب؟ ما دخلني، بدي رقم الغرفة بسرعة. شو بدك برقم غرفة عمران؟ ما فهمت سؤالك، كتير غبي، فكر شوي، بجوز تلزمنا شي يوم. ما معي حدا، اجيت لحالي. قلتي لي تعال واجيت، احكي لي شو بدك ديما خانم؟ بدي نتفق مع بعض. نتفق بس عشو؟ بدك رفيف مزبوط؟ ايه مزبوط. منيح، معناتها انا رح قلك وين هي متخبية. ليش بدك تقولي لي؟ لانه هيك بتاخدها وبتروح، وهيك نحن اتنين منكسب. يمكن قلبك نفد من هرصاصة، بس مرتك رح ربيها وتموت ميت موتة لما تحطك مرتك قدام الباب. أنا رح كون عم حط ابن أختك جوات القبر. شكلك مخربطة بالغرفة. لا مو مخربطة، أنا بشتغل بشركة عمران بيك، ومن شوي لحتى عرفت باللي صار. ما على قلبه شر. ألو، مشي الحال؟ مشي الحال، بس أنا وعم حط الظرف فاتت مرة على الغرفة، وهي أول مرة بشوفها. وكيف شكلها؟ وصفي لي إياها بسرعة. سمرة وشعرها طويل، وهي طويلة كمان. رفيف